مين راح اطمن على مامتك وطمنهم عليك؟ الحمد لله. جدع قوي امير ده. هو فعلا جدع، بس جدعانته دي كانت هتدبسه في مصيبه. مصيبه؟ مصيبه ايه؟ ما هو هناك اتدخل في خناقه بين راجل وبنته. راجل وبنته؟ الظاهر الراجل اللي ساكن في الشقه اللي وسطكم. مش عارفه عملت له ايه، نزل فيها ضرب لغايه ما اغمى عليها وهو اللي وداهم المستشفى. دي هنا؟ ايوه صح، انا امير فعلا قال لي اسمها هنا. طب ويضربها لعب ايه؟ وعملت ايه؟ في ايه يا ادم؟ انا اسفه، انا مش متخيله الموضوع هيضايقك قوي كده. يضايقني يا نانسي؟ دي هنا دي البنت اللي انا بحبها بجد. طب انا اسفه يا ادم، انا معرفش. طب امير ما قالكيش راحت مستشفى ولا هو عمل فيها ايه ولا كلميه؟ طيب اطلبي امير ده نشوف ايه. حاضر حاضر، انا هكلمه هعرف منه. انا معرفتش بس غير انه اغمى عليها بعد الضرب ده، هعرف منه وهقول لك. حاضر. انا لازم اروح لها. لا. ما ينفعش يا ابني، اكيد هم عارفين العلاقه اللي بينكم ومراقبين المستشفى ومستنيين وصولك في اي لحظه. مش مشكله، هروح برضه ان شاء الله يقبضوا عليا واسلم نفسي، بس هروح.